بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده الحد رجعنا لليوم الطبي تاني، بنرحب بدكتورنا الجميل اللي وحشني شخصيا دكتور احمد صبري. اهلا بيك. ازيك شيف ياسر، عامل ايه؟ بقالنا كتير ما شفناكش. ربنا يخليك. يعني اسبوعين كده ولا اكتر شويه. برد بقى شيف ياسر، يعني البرد اللي مخليك ما بتجيش. طيب بمناسبه البرد بقى، ايه رايك النهارده نتكلم على البرد واكل البرد وناكل ايه في البرد، والناس اللي بتعمل دايت هل يمتنعون برضو ولا ياخدوا حاجات كده فيها شويه تدي طاقه ولا حاجات كتير قوي؟ ايه رايك؟ خلاص متفقين. طبعا انت قلت اللي بدات، قلت البرد اهو. برد. طيب قبل ما نبدا مع دكتور احمد اللي بنرحب بيه وحشنا جدا، تعالوا نعمل صينيه كوبيبه كده او حاجه صيامي حلوه قوي، عناصرها الغذائيه روعه. لما اقول لكم عناصرها الغذائيه روعه صدقوني، هنقول مقاديرها وبعد كده هي اختراع بتاع الشيف يسر. يعني انا قعدت كده اوفق لغايه ما طلعت حاجه شكلها حلو. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندي نص كيلو من الحمص المنقوع في الميه، منقوع بقاله 4 ساعات مثلا 5 ساعات، احنا نعينهم بالليل بصراحه. يعني عندنا كمان 2 سمرة بطاطس مسلوقين 75% سوى، ليه؟ علشان يبقى فيها الماده اللزجه اللي جواها. وعندي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر وملح وفلفل ورشه بهارات. يبقى تاني مقادير العجينه دي عباره عن نص كيلو من الحمص المنقوع، عندي كمان بطاطسيتين مسلوقين 75% سوا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، وشويه ملح وشويه فلفل ورشه بهارات. لغايه كده العجينه دي ممكن اعمل منها كفته عاديه جدا، احطها في البيض والبقسماط واحمرها تبقى حلوه قوي. لكن احنا هنعمل حشوه جواها. ايه الحشوه بقى؟ ربع كيلو من الفول الصويا المجروش المنقوع، 2 سمرة بصل، 2 فص ثوم، معلقتين بقدونس وطماطميتين مبشورين ورشه بهارات ومعلقه زعتر. تاني الحشوه عباره عن نص ربع كيلو من الفول المجروش، فول الصويا، 2 سمرة بصل، 2 فص ثوم، معلقتين بقدونس، طماطميتين مبشورين ورشه من البهارات، وكمان عندنا معلقه زعتر طبعا والملح والفلفل الاساسي. القصه دي كلها هنعملها في ايه؟ هنعملها زي صينيه كده بتاعه الكوبيبه في الفرن، وهنشوفها هتتعمل ازاي. دي للناس اللي بتعمل دايت وفي نفس الوقت اكل صيامي وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. دكتور احمد هيتكلم عليها. منور يا دكتور. ربنا يخليك شيف يسري. طبعا كل سنه والساده المشاهدين متابعي برنامج المطبخ والشيف يسري طيبين. ان شاء الله السنه الجديده تبقى سنه كلها يعني رشاقه وقوه وصحه عليكم يا رب. يمكن الشيف ياسر النهارده مختار لنا موضوع البرد واكل والدفى وناكل ايه والناس اللي بيجي لها نزلات برد. هو انا بس عايز اقول ان في ناس في البرد الشديد ده شيف ياسر بيكون جسمهم دافي ومش حاسين بالبرد. كتير. وفي ناس بتبقى متكتكه عندها يعني بتحس بالبروده عالي جدا. انا اللي متكتك. انا عايز اقول ان ده ليه علاقه كبيره جدا بالاكل، بياكل ايه وبيشرب ايه. وفي ناس بيكون عندها نزلات برد متكرره يعني طول فصل الشتاء عنده برد، وفي ناس ما بيجيلهاش برد في الشتاء او بيجيلها مثلا برد مره واحده، وفي ناس لما بيجيلها برد البرد ده بيكون يعني بيطول قوي معاها، وفي ناس تانية البرد ما بيطولش، هو يومين 3 ايام والنزلة البرد نفسها ما بتكونش قوية قوي. وعلى عكس ناس تانية يعني تقلب معاها بنزلة شعبية وتبقى قصة كبيرة جدا. كل ده ليه علاقة بالأكل وليه علاقة بالأكل الصحي والتغذية السليمة. هذا اللي احنا عايزين نوصله النهاردة في حلقتنا. المفروض ان في انواع معينة من الأكل لازم نكون بنركز عليها وتكون هي دي الوجبات الأساسية بتاعتنا والتغذية السليمة بتاعتنا اللي هتحمينا بقى من البرودة الشديدة. جميل. واللي هتقينا كمان من نزلات البرد. وكمان كل البرد ده نفسه هو جالب الفيروسات وجالب المشاكل الصحية كلها. دكتور طب هناخد اتصال من فضلك واحنا بعد كده هقول لهم عملنا ايه. الو مين معانا؟ يا أستاذة إيمان. الو. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي، اتفضلي سامعك. بقول لك عايزه اعرف طريقه العمل القرع العسل الحلو. حاضر من عينيا. حاجه تانية؟ لا شكرا. انا اللي بشكرك على اتصالك وهقول لك من عينيا على القرع العسل الحلو وبشكرك. احنا بس حطينا البطاطس مع الحمص مع البهارات بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل والثوم الباودر والبصل باودر والبهارات، كل ده قلبناه مع بعضه، شايفين الخليط، وهنطحنه في المفرمه بتاعتنا مع بعضه
ليه؟ علشان يتحد مع بعض ويعمل ايه كونتراست كده بسيط، وفي نفس الوقت في نفس الوقت يبقى عامل زي العجينه. وزي ما قلت لكم العجينه هتبقى لازجه. ليه؟ لان البطاطس بتاعتنا مستويه 75% سوى فقط. تاني هذكركم، حطينا نص كيلو من الحمص منقوع فقط، يعني ايه مش مستوي، وبعدين عليه بطاطسايتين كبار نص كيلو من البطاطس برضو مسلوقين 75% سوى عشان يبقى فيهم الماده اللزجه اللي هنشوفها دلوقتي. وحطينا عليه معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر ورشه بهارات وملح وفلفل، وكل ده بنفرمه مع بعض اهو. هنكمل بس بقيه الكميه. معلش يا دكتور، انا عارف ان الصوت بيصدع يعني، بس احنا اشتغل عارف شغلنا بيبقى على الهوا عشان خاطر دايما مشاهدينا يقدروا يستفيدوا من الموضوع بالظبط، يشوفوا كل حاجه على الطبيعه. حلو قوي، قربنا نخلص اهو اخر شويه، يعني الحمد لله المفرمه قويه، يعني الحمد لله خلصت معانا الكميه كلها في ثواني. وهنا نرفع دي كده، هنجيب شوية دول خسارة اهم، بس كده حلو قوي. هحطهم هنا تاني في البولة دي اهي ونقلبهم مع بعض. شوفوا بقى الخليط ده عامل ازاي. هو انا ممكن اعمل من دي طعمية طب ممكن احشيها بالحشوة اللي انا هعملها دي تبقى زي الكبيبة انتوا اصحاب الشق. يعني ايه العجينة دي اهي قوامها اهو، شايف يا عم عصام سارة؟ طيب اهو شايفين العجينة عاملة ازاي؟ دي احشيها اعملها كده كور واحشيها بالخليط اللي احنا عاملينه ده وتبقى زي الكوبيبة تبقى زي الطعمية زي ما انتوا عايزين. اهم حاجة العجينة لازجة وبتتحرك في ايدينا اهو. تعالوا بقى نعمل التعصيق بتاعنا. احنا قلنا في ربع كيلو من فول الصويا المجروش، شايفينه اهو فول صويا مجروش، وعندي بصلتين. هناخد كل الموضوع هنا معلقة زيت واحدة بس، نحط عليها البصل يتشوح، وبعد كده هضيف عليه بقية المكونات دلوقتي واحنا مع بعض، وان شاء الله نطلع لكم حاجة شكلها جديد، اختراع الشيف يسري. وجربوا أكلة صيامي وأكلة دايت وكل اللي انتوا عايزينه، وفيها قيمة غذائية عالية بتدي طاقة يا دكتور. اتفضل. فكنا بنكمل كلامنا ان برد الشتاء ده المفروض ان احنا في فصل الشتاء ما يعني جسمنا ما بيتعرضش للشمس فتره طويله. عدم تعرضنا للشمس هو سبب في حاله الاكتئاب اللي يعني اللي بتيجي لبعض الناس، او للاحساس اللي انت بتحسه ان انت كسلان شويه، او ان انت متضايق شويه، او نفسيتك شويه يعني مكتئبه شويه. ده سبب عدم تعرضك للشمس. المعلومة المغلوطة، الحاجة الغلط أو من المعتقدات الغلط، إن الشتاء بيتخن. لا، المفروض إن الشتاء بيخسس. ليه بيخسس؟ لأن درجة الحرارة فيها برودة شديدة جدا، فالجسم بيبدأ يبذل ويستهلك طاقة عالية جدا عشان يوصل لدرجة الحرارة الطبيعية، لأن الجو من حواليه برد جدا. تاني، نعم، الجو برد جدا فالجسم بيبذل طاقة، بيستهلك طاقة عشان يوصل لدرجة الحرارة العالية دي. طيب ممكن اللي تقول بيحصل... الو يا دكتور انت؟ طيب قول إيه؟ قول الو. الو، مين معانا؟ الو الو يا سيده كريمه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف ياسر؟ شفت انا خليت الدكتور بنفسه يرد على حضرتك. ازيك يا دكتور احمد؟ لا دكتور احمد طبعا من الدكاتره المحترمه الممتازين اللي دايما بجد بيفيدنا، يا رب. وحلقاته من الحلقات الممتعه الشيقه لينا اللي دايما بننتظرها. ربنا يخليكي ميرسي جدا. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، ربنا يخليك يا مدام كريمه. ربنا يخليك. اخبار يوسف ايه؟ انا زعلانه عنك. ليه؟ زعلانه منك عشان انت ما بتسالش على حبايبك في اسكندريه خالص. كل يوم ببعت لهم سلام خاص لحبايبي في اسكندريه. والله يمكن مشاهدينا كلهم عارفين ان انا بعز اسكندريه قوي، فعشان كده ببعت. أيوة سلام. انا عارفه يا شيف يوسف وحبيبه قلبنا طبعا، وقلبك مدام عيان بقالها كتير ما بسمعش صوتها. والله طمنينا عنها. والله طبعاً سلامتها. الف سلامه. الف سلامه. وكنت طبعا عايزه حضرتك يا ريت لو تزود لنا بقى من الحاجات اللي بتدفي شويه، الاكلات والمشروبات. حاضر. يعني عندنا انت عارف طبعا الجو في اسكندريه مش قادره اقول لك. لا الجو في اسكندريه جميل. فريجي دير يعني. لا جميل جميل.
ربنا يا رب يحسن ما بين ايدك. يا ربنا يخليك دكتور احمد، وبقول له دايما من نجاح لنجاح، وحلقاتك جميله ومعلوماتك الهائله دايما. بس يا ريت بقى احسن لنا شويه كده ايه بالمشروبات اللي ممكن تزود الحرق زياده في الشتاء، لان كلنا بنبقى قاعدين يعني ما بيبقاش فيه تحركات كتير بالجو اللي هو البرد ده. ان شاء الله حاضر، نعمل لكم حاجات كتير ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه تدي طاقه اكتر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. تسلم. انا بشكرك على اتصالك يا مدام كريمه، واحنا سعداء بسماع صوتك، وبنبعت سلام لمدام هيام، وحشانة والله، والف سلامه عليها. والله انا ما اعرف ان هي تعبانه، سلامتها الف سلامه. هنا بقى هاخد منك نص دقيقه، بعد ما عملنا الخليط ده، العجينه دي اللي هي عباره عن نص كيلو من الحمص المنقوع، نص كيلو من الحمص المنقوع في الميه فقط من غير حاجه خالص، قعد 4 ساعات، وبعدين حطينا عليه بطاطسيتين او نص كيلو من البطاطس المسلوقه 3/4 سوا ومبشوره، ومعلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، ومعلقه من الملح الصغيره، وشويه فلفل، كل ده قلبناه، وشويه بهارات، وبعدين عملنا الحشوه اللي انتم شايفينها دي. ايه هي الحشوه دي؟ طبعا اي حد هيبص دلوقتي هيقول لك دي لحمه مفرومه. في فرق يا دكتور؟ وريحتها كمان. عباره عن ربع كيلو من فول الصويا المجروش، وبصلتين مفرومين، وفصين توم، ومعلقه زعتر، ومعلقه بهارات، وكمان معلقه زيت، كل ده قلبناه مع بعضه، وفي الاخر حطيت عليه طماطميتين مبشورين، واخر حاجه هحط عليه البقدونس، وده بيستوي بالظبط زي اللحمه المفرومه. ده ممكن يتاكل دلوقتي خلاص، لانه استوى في البخار الموجود في الطماطم، وكمان هو كان منقوع في ميه، ومع البصل شايفين كاني بعمل لحمه مفرومه بالظبط كده. خلاص هنسيبها كمان ثواني، ونروح نجيب دي الصينيه اللي هنعمل فيها دي اهو، وناخد بس نقطتين زيت هنا، وبعدين ناخد مين؟ الأستاذة آية، أهلا بحضرتك. أهلا. عايز كيس بلاستيك يا أحمد. ألو. إزاي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا بيك يا أستاذة آية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، إزاي حضرتك؟ سلامي ليك وللدكتور. هو أنت لسه صاحية من النوم؟ أنا تعبانة شوية، مني حامل فتعبانة شوية. سلامتك ألف سلامة، لا ألف سلامة، لا أصل أنت بتقولي صباح الخير، إحنا خلاص بقينا جود أفتر نو. سلامتك ألف سلامة، ألف سلامة. أكلات بتقولي يا فندم؟ ممكن أسأل الدكتور عن أكلات معينة؟ اتفضلي اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، بس إني لسه حامل في الأول وكده، فمش بعرف آكل أي حاجة، فممكن تعرفني بس أكلات معينة كلها؟ هي دلوقتي عايزة تعرف أكلات معينة تاكلها لأنها حامل ومش عارفة تعمل إيه يعني. يعني أكلات عشان وزنك ما يزيدش؟ يا ريت. طب وزنك قد ايه؟ انا دلوقتي المفروض 85 كيلو، انا كنت الاول 72. زدت شويه يعني 13 كيلو دول في اثناء فتره الحمل الزياده؟ وقبلها كمان يعني بفتره صغيره بشهرين بس. خلي بالك واضح انك بتصاري بالليل جامد وبتصحي متاخر وكده صح؟ اكيد. لا العكس والله يا دكتور. كده صاحيه من بدري؟ طيب انا صحيح بدري، بس عشان تعبانه شويه، بس سودي عامل كده. طيب حاضر، انا هجاوبك. حاضر ان شاء الله، ان شاء الله تقوم بالسلامه باذن. طيب الله، السلام عليكم. استاذنك يا دكتور، بس حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. طيب. شايفين الخليط ده؟ انا هقسمه نصين، نص هاخده بعد ما دهنت هنا بشويه من الزيت، جبت كيس يا احمد افتحه من فضلك، ونص الثاني هاخده افرده في الصينيه اللي هسوي فيها. يبقى انا بفرد اهو نص الكميه في الصينية اللي بفرد فيها بارتفاع حوالي نص سنتي، شايفين؟ وبعدين بعد ما بعمل كده خالص وبفرده خالص، احط عليه الحشو كاني بعمل صينية الكوبيبة. عارفين صينية الكوبيبة؟ بالظبط زي ما قلت لكم. لو عايزين تحشوه، لو عايزين تحشوه انتوا اصحاب الشأن، يعني ايه؟ يعني تعملوه زي الكور كده وتفتحوه يبقى زي الكوبيبة ومحشي، مفيش مشكلة. هتحمروه في الزيت بقى، واحنا طبعا النهارده ما بنتكلمش على موضوع الزيوت خالص، يعني احنا عايزين نخفف شويه في السعرات الحراريه عشان خاطر نقدر نحافظ على وزننا برضو. خلاص انا حطيت اول واحده، تاني واحده هجيبها في صينيه تانيه. حاضر اهو، نحطها كده، وبعدين احط دي عليها وافردها عليها عشان لما اجي اقفلها اقلبها عليها تبقى مقلوبه. اروح اجيب الحشوه بتاعتي اهي، وبعدين نفضيها هنا. شايفين الحشوه عامله ازاي؟ ريحتها والله ريحتها روعه. خلاص بنفضي ونفردها، وبعدين بعد ما هفردها هحط عليها الطبقه الثانيه، وادهنها من فوق شويه زيت، وادخلها الفرن
مش هعمل اي حاجه خالص غير بعد ما نستاذن حضراتكم نستاذن الدكتور احمد ان احنا ناخد فاصل. بعد الفاصل هنكمل مع بعض هنتكلم على موضوعنا الحيوي اللي بنتكلم عليه محدش يروح في اي مكان الممتع والجديد هتشوفوه برنامج المطبخ مع الشيف يسري ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. منور يا دكتور احمد. ربنا يخليك. قبل ما نكمل مع حضرتك هاخد منك برضو دقيقه عشان معانا اتصال معانا استاذه رانيا. اهلا بحضرتك. الو. الو. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ انا بخير لما بسمع صوتكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. كنت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. دكتور انا كنت عملت نظام غذائي واول اسبوع نزلت 5 كيلو تمام وتاني اسبوع ما نزلتش غير كيلو واحد بس ما ان انا ما لخبطتش ولا حاجه. هي الانظمه دي يعني كيميكال دايتس انظمه كيميائيه؟ لا لا كنت بتغدى مثلا ربع فرخه مشويه او سمكه مشويه تمام والفطار بيضه وربع رغيف وسلطه والعشاء بالليل كان زبادي. طب يعني ده مع دكتور ولا مع نفسك؟ مع دكتور بس ما خفتش غير تاني اسبوع غير كيلو واحد بس فبصراحه اكتئبت بقى فما كملتش. تاني اسبوع ما لخبطتيش في حاجه كل حاجه كانت مظبوطه بتمشي كله كويس؟ كله تمام. طيب حاضر انا هجاوبك اقول لك بالظبط يعني ايه المشكله. هو طيب. طبعا قبل ما تجاوب يا دكتور معلش قبل ما تجاوب عشان انا اشتغل وانت بتجاوب ماشي. اول حاجه هنعمل النهارده برضو احنا امبارح اتكلمنا على الكريسماس والديك الرومي ازاي نطلع منه اكلات كتير جدا فانا جبت هنا شريحتين كبارهم من الديك الرومي شايفينهم شريحتين كبارهم رؤيئين يعني في ربع سنتي مثلا كده هنعمل منهم كوردون بلو بشكل مختلف ومعاه صوص ومعاه برضو شويه خضروات كده بسيط. هنقول سريعا عندي شريحتين من الديك الرومي زي ما يطلعوا بقى يطلعوا كيلو يطلعوا ربع كيلو يطلعوا نص كيلو انا باخد شريحتين بالعرض كده بالطول من صدر الديك الرومي وبعدين اربع شرايح من اللحم المدخن الرومي برضو اربع شرايح من لحم الديك الرومي المدخن واربع شرايح من الجبنه الايمنتال اهي المخرمه دي الجبنه الايمنتال عشان دي اساس الكوردون بلو شايفين اهي عندي كمان كوباية من الدقيق وعدد 2 بيضة ومعلقتين من اللبن وكوباية كوبايتين من البقسماط وثلاث معالق من الزبدة ومعلقتين من الزيت وكمان عندنا نص كوباية مرق واتنين معلقة كريمة ومعلقة مستردة ده الصوص اللي هنعمله مع بعض. يبقى هقول سريعا شريحتين كبار من صدر الديك الرومي أربع شرايح من الرومي المدخن والجبنة الإيمنتال أربع شرايح شايفين أربعة خمسة زي ما أنتم شايفين ده كده فاكرين الفيلم بتاع توم وجيري؟ هي الجبنه دي المخرمه دي اسمها الايمنتال. كمان وادي الرومي المدخن اهو اربع شرايح وبعد كده عندي كوبايه من الدقيق وعدد 2 بيضه ومعلقتين لبن وكوبايتين من البقسماط ومعلقتين من الزبده ومعلقتين من الزيت ونص كوبايه مرق وكمان معلقتين من الكريمه ومعلقتين من المستردة. انا هشتغل واسيب الدكتور يشتغل وكده عشان ما نعطلوش. اتفضل. طيب انا هرد على السؤال قبل ما ارجع يعني لموضوعنا. طبعا يعني اول اسبوع احنا لما بنيجي نخس بنعمل دايت يعني 60-70% من نزول وزن بيكون ايه نسبه الميه الزياده بس تاني اسبوع او تالت اسبوع او بعد كده ما نخش بقى في رحله الرجيم ما بيبقاش فيه 5 كيلو ولا 4 كيلو ولا 3 كيلو والكلام ده كله. وفي نقطة برضو أنا عايز أقولها للسادة المشاهدين الناس اللي بتستقل الكيلو ده كرقم يمكن مثلا الشيف يسري جايب صدور الفراخ دي كيلو تقريبا صح كده يا شيف يسري؟ يعني تخيلين قد إيه يعني ما يخرج منك كيلو دون ده كتير يعني كيلو دون ده كتير مش قليل. الناس اللي هي بتستقله كرقم واحد هي بتحسبه إن هو كرقم حاجة واحدة لا ده كتير. إحنا الطبيعي بتاعنا إن إحنا نخس أصلا في الأسبوع كيلو او كيلو ونص ماكسيمم فيبقى السؤال هنا انا المفروض اخس قد ايه ما اعملش بقى ايه مقارنه بين تاني اسبوع وثالث اسبوع واول اسبوع. هو ده الطبيعي لان الكيلو ده حرقه بيحتاج 7000 سعر حراري ده رقم كبير جدا. نبص ان احنا في فتره شتاء نبص ان في اشخاص معينه متعودين على الرجيم وعلى فترات الرجيم فاوريدي حرقهم ضعيف. نبص ان احنا اصلا النشاط البدني بتاعنا يعني محدود وناس يعني بيكون حرقها ضعيف فكل ده نحطه في اعتباراتنا. وعايز الناس اللي بتعمل دايت يعني تسيستم نفسها على كده هي فكره الكيلو كيلو ونص مفيش اكتر من كده عشان صحتها وعشان شعر والضوافر والجلد والنضاره وعشان صحتنا عامه وعشان ما يبقاش فيه ارتدادات. مش عايزين الناس تخس وترد
في كتير نعم. جدا بيخشوا فترة رجيم يكونوا عايزين يعملوا 30 40 كيلو. طب يا دكتور هناخد اتصال ونكمل مع حضرتك. اتفضل يا استاذة سالي. الو شيف يوسف، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة الله يخليك يا شيف. اتفضل. بعد اذنك انا نفسي جدا 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 تقولي على طريقة السلطة الفيزر كويس؟ ايوه. الفريخ اللي بتبقى مشوية من فوق متقطعة دي بتبقى جوسي وطعمها تحفة. حاضر. حاجة تانية؟ ممكن من حضرتك أرجوك النهاردة دلوقتي هقول لك. حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ أنت طيبين. أنا بشكرك دكتور. كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة طيبين. وحضرتك طيبة. أنا ببعت سلام خاص لكل حبايبنا بورسعيد، يعني دي بلدي اللي أنا اتولدت فيها يعني. بشكرك يا أستاذة سالي على اتصالك وأقول لك على السلطة سيزر من عينيا. لا اتولدت أصل هشام عشان إحنا من كفر الشيخ بلديات، أنا عشت بقيت حياتي في كفر الشيخ بس اتولدت هناك. لا هويتك الميلاد هو زعلان على طيب احنا حطينا زي ما شفتوا قطع الديك الرومي في النص، هنشيل بس حته منها عشان لما نقفل تتقفل معانا صح، وحط صدور ديك الرومي وقطع ديك الرومي وبعدين قفلناهم كده بالشكل ده، وبعدين هنجيب خله خلي بالكم بقى ونقفلها علشان لما نيجي نلفها تبقى ملفوفة معانا. عايزين تعملوها شكل دايرة مفيش مشكلة، عايزين تعملوها الشكل اللي انتوا عايزينه. وبعدين هناخد برضو هنا واحدتين اهم، وهنقص ايه اللي بتعمله ده يا شيف يوسف؟ لا هنقص الزيادة ده بتاع الخلة دي. ليه؟ لان انا مش عايزه يبقى ظاهر معايا، انا عايزه يسوي الحاجات. هجيب مقص ونقصها دلوقتي. بعد كده هنجيب بولة ونحط فيها البيض واللبن اهم، اتنين بيضه وعليهم ادي بيضه وادي الثانيه اهي طيب. يا مارتينا الو ازيك؟ مساء الخير. ازيك يا شيف؟ الله يخليك. ازيك يا استاذه مارتينا؟ تسلم ايدك على كل الحاجات الحلوه دي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب ميرسي. ربنا يخليك. اديك الروم اهوت، اول ما تفطري اعملي على طول بقى. تسلم ايدك على طول. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. كان عندي سؤال بس كنت حابه اسال حضرتك. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اجيب انا تتبيله اللي هي التوابل بتاعه اطعمه الشيبسي. اه وعايزه اعملها بطريقه حلوه تكون مقرمشه. عايزه تعملي البطاطس نفسها؟ اه. حاضر من عينيا. بالاطعمه بتاعه الشيبسي. حاضر. يعني انت عندك الاطعمه ولا عايزه الاطعمه؟ لا عندي، جبتها من العطار. طيب خلاص انا هقول لك تعملي البطاطس الرفيعه دي ازاي. حاضر من عينيا. حاجه ثانيه؟ بشكرك استاذه مارتينا على اتصالك، وكل سنه وانت طيبه ويا رب تكونوا مستمتعه معانا. واول ما تفطري بقى اعملي الديك الرومي ده. طيب احنا قطعنا الزيادات، هناخد كده في الدقيق وبعد كده البيض واللبن وبعد كده البقسماط. ويا دكتور عايزين نجاوب على السؤال بقى. فهو بس احنا كنا بنقول ان الناس اللي هي بيكون عندها خطه معينه ان هي تخس فتره طويله مثلا 30 40 كيلو، يستحسن يا جماعه ان احنا نمشي بانظمه كلاسيك، ما نعملش الكيميكال دايت، علشان حتى في احتمال لازم تحطوه قدامكم انك ممكن تخس مثلا، او حضرتك ممكن تخسي سي 20 كيلو مثلا في شهرين ونص 3 شهور. اذا زهقتي او تعبتي او مش قادره تكملي، لما ترتاحي فتره ترجعي تكملي من نفس المكان اللي وقفتي فيه. ما ينفعش ان انا اخس مثلا رقم 10 20 واتيفر الرقم اللي انا بخسه وارد وارجع تاني ابدا من مطرح ما من نقطه الصفر وهكذا. ده كده يا جماعه بيبوظ الحرق وبيخلي حتى يعني النفسيه توصل لمنحدر ومنعطف غريب جدا. يعني طبعا ده بيأثر على نفسياتكم، بيخليكم خلاص استعداداتكم النفسيه ان انتم ما تقدروش تكملوا وتبداوا من اول جديد. فده كان رد السؤال. لكن هكمل بقى بقيه موضوعنا بس نشوف شيف يسري ولا بعد كمل. ما ناخد تليفون بس معانا يا استاذه فاطمه. الو اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف عامل ايه؟ انا بخير لما بسمع صوتكم بجد. الله يكرمك. الله يخليك. وسلام. انا بشكرك على كل الاكلات اللي انت بتعملها. ده انا اللي بشكرك على ان اول يعني انا سعيد جدا ان انا بسمع صوتك، وانا بحب اسوان جدا على فكره، بحبها قوي قوي قوي. فسلميلي على كل اهل اسوان ان شاء الله. ربنا يخليك. انا برضه كنت يعني انا هكلم الدكتور وكان ليا طلب عند حضرتك. اتفضلي اتفضلي. الطلب اللي لي عند حضرتك، انا معانا اختي تبع وزاره الماليه، يعني وزاره الماليه المعاش اللي هو بتاع الكرامه ده ما جاش، يعني احنا ودينا الملف بتاعها كذا مره وما جاش. اتفضلي. فياريت يعني
لو حضرتك ممكن تتوسط لنا يعني نشوف. والله لو حد من المسؤولين سمعنا يا استاذه فاطمه يعني يا ريت يكون سامع حضرتك وان شاء الله يلبي طلب حضرتك. السؤال بقى للدكتور استاذه فاطمه. استاذه فاطمه طب احنا حاولي تكلمينا تاني علشان خاطر بس سؤال الدكتور، وانا اتمنى يكون حد من المسؤولين يسمع حضرتك ويجاوب عليكي. طبعا احنا بنلف كده شايفين الكوردون بلو بتاعنا اسطواني الشكل، فبنلفه بعد ما حطينا معلقتين زيت ومعلقتين زبده بس، وبعد كده هنشيله منهم مش هاخد كل ده وادخله الفرن. ايه رايك يا دكتور نطلع فاصل وبعد ما نرجع من الفاصل نكمل علشان نستغل وقتنا شويه ونروق الدنيا دي كده اللي شكلها باظ. انا طبعا مستمتع بحديثك ومستمتع بتليفوناتكم، حد يشوف اي مكان خليكم معانا لبعد الفاصل هنكمل مع بعض. كل اللي هعمله ان انا هحمر الكورتون بلو ده من كل الاتجاهات وادخله الفرن علشان يكمل تسويته، ولما نرجع نوريكم شكله عامل ازاي وهنعمل معاه صوص ما حد يشوف في اي مكان. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض الكوردون بيو في الفرن، وعملنا كمان الصينيه او الفطيره سموها زي ما تسموها الكوبيبه بتاعت الصيامي، ودلوقتي هنحط شويه مرقه تغلي، وبعد كده هحط عليهم المستردة واحط عليهم كمان الكريمه، يبقى عندي الصوص اللي هنقدمه مع الكوردون بلو مع شويه خضروات. هقول الحلو سريعا، ونص ساعه اللي جايه دي للدكتور كلها بقى مش هقطعه خالص. الحلو بتاعنا هو سموه بسكوت الجنزبيل، سموه كوكيز الجنزبيل، هو حاجه كده بتقدم برده في راس السنه، وبرده هتكون خفيفه بس بتدي طاقه حلوه قوي. اول حاجه عندي نص كيلو من نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من الزبده، ثلاث ارباع كوبايه من السكر العادي، ونص كوبايه عسل اسود، نص كوبايه من الزبده، ثلاث ارباع كوبايه من السكر العادي، ونص كوبايه عسل اسود، وكمان عندنا بيضه وكوبايتين ونص من الدقيق، ومعلقه صغيره من الجنزبيل الباودر، ومعلقه صغيره من القرفه، ورشه صغيره من القرنفل، ورشه فانيليا، ورشه بيكنج باودر. وبعدين بعد ما يستوي معانا هنحط عليه ايسنج عباره عن كوبايه من السكر الباودر وبياض بيضه ومعلقه عصير ليمون. كوبايه من السكر البودر وبياض بيضه ومعلقه عصير ليمون، وهنكمل كله بس بعد ما نتكلم مع الدكتور بقى ونستفيد معاه تاني. اتفضل يا دكتور. اصحابنا على السوشيال ميديا بيقولوا لك اديك الرومي لو سمحت وانا مروح عشان يوسف الجرح وياسر قاعدين لك. بص عشان لما تفتح السوشيال ميديا تلاقيهم عاملين حفله ولامين الناس مستنيينك. عينيا طب خد معاك على الديك الرومي. طب انا اهو بقول لهم على الهوا هبعت لكم على الدكتور احمد، لو ما وصلش يبقى كلو. خلاص انا هجيب لكم الديك الرومي عشان فاتحيننا على السوشيال ميديا. من عينيا حاضر. فانا بس كنت بتكلم على قصه ان البرد تاني يعني درجة الحرارة فيه بتبقى يعني قليلة جدا، جسم بيبذل مجهود عشان يستهلك سعرات حرارية كمان عشان نوصل لدرجة الحرارة الطبيعية بتاعة الجسم. فإذا المفروض الطبيعي ان احنا في الشتاء نخس، ده الطبيعي. لكن اللي بيحصل ان احنا الهرمون نفسه بتاع السعادة السيروتونين بيبدأ يقل، فبنبدأ نحتاج لسكريات عالية، ونبدا ناخد بقى يعني بدل السعرات الحراريه اللي الجسم استهلكها دي قدامها سعرات اكتر واكتر، فبنبدا ناكل. كمان النشاط البدني بيبقى محدود جدا، كل الناس تحت البطانيه زي ما احنا عارفين، محدش بيتحرك نهائي. فمع قله الحركه ومع الاكل الكتير فبتبدا الناس تتخن وتبدا الناس تزيد في اوزانها. فعشان كده الناس اللي هي في يعني بتختار اكلها بطريقه معينه وبتاخد اكل كمان كله دهون، ده نفسه بيقلل المناعة وبيخليهم كمان عرضة ان هم يجي لهم نزلات برد، وان جهاز المناعة بتاعهم يبدأ يضعف. فعشان كده يجي هنا السؤال، ممكن ناكل ايه في البرد ده ونشرب ايه يكون مقوي لجهاز المناعة ويعزز من وظائفه ويحمينا من نزلات البرد ويعلي جهاز الحرق عشان ما نتخنش. يمكن رقم واحد، الناس في البرد ده ما بتاكلش مثلا حاجات معينه. انا شفت الشيف يسري بيعمل حاجه مثلا زي البطاطا في حلقه من الحلقات في بدايه الشتاء، فمثلا البطاطا الحلوه دي من الحاجات اللي فيها فيتامين ايه ومهمه جدا ان هي بتقوي جهاز المناعه. فده رقم واحد عندنا من الاكلات المهمه اللي احنا ما بناكلهاش في الشتاء. الذره 150 سعر حراري، كوز الذره اللي هو ممكن ناخده كسناكس بدل الحلويات. يعني الناس اللي طول ما هي قاعده عايزه تاكل وعايزه بقها يفضل شغال
مش لازم نروح ناكل مثلا تشوكلتس مثلا حلويات مثلا عاليه السعرات الحراريه، لكن ممكن ناخد حاجه 150 سعر حراري وناخدها تاخد معانا وقت في الـ في الـ في الاكل. وكمان من الحاجات اللي فيها يعني املاح معدنيه وفيها فيتامينات زي فيتامين ب اللي بيقوي كمان الاعصاب وبيقوي جهاز المناعه، فدي من الحاجات المهمه جدا. كمان حمص الشام، حمص الشام من الحاجات اللي فيها فيتامينات كتير جدا وفيها كمان الياف معدنيه، وعشان احنا ما بنتحركش في الشتاء فاحنا عرضه ان احنا يجي لنا امساك. حمص الشام ده زي ما الشيف يسري كده كان حاطط حمص في الاكله، ده من الحاجات الحلوه قوي. احنا كمان ممكن ندخلها في اكله معينه زي ما الشيف يسري عمل كده، اكلات مبتكره. الناس اللي بتتابع برنامج المطبخ وتشوف الشيف يسري اهو مطلع، يعني انا بس عايز اوريهم الحته دي وانا قاطعها. اي حد يشوف دي لاول مره، يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي حالا كده كيكه، هيقول لك ايه المحشيه دي؟ محشيه ايه؟ محشيه اكله صيامي اختراع بتاع الشيف يسري، يا رب يعجبكم. اهو دي طبعا مش لحمه مفرومه، دي فول صويا مجروش. يا استاذه ميار، منار، سوري اسف، استاذه منار. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا محترم، يا جميل، يا شيك، يا حلو، حلو قوي كل حاجه بجد والله. خليك ليا، اعتبرها معاكسه يعني. كل سنه وحضرتك طيب. ايه الحلاوه والجمال ده؟ الله يبارك فيك يا رب، الله يخليك. يا ربنا يكرمك. تسلم ايدك، يا ربنا يكرمك، يا رب يديك الصحه يا رب. الله يخليك. تأمريني؟ الأمر لله. أنا بس عايزة أسلم على حضرتك وأكلم الدكتور. أيوة يا فندم، مع حضرتك، اتفضل. إزي حضرتك يا دكتور أحمد؟ أستاذة منار أهلا وسهلا. إزي حضرتك؟ بس حضرتك طيب؟ حضرتك بألف خير، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. بص يا دكتور، أنا عندي شوية أوفر ويت يعني، فأنا الوزن الزيادة اللي عندي هو سنة موضعية وكده، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل دايت واحنا في الشتاء ولا مش هيجيب نتيجه السنه للصيف ولا ايه بالظبط. يعني الزياده دي، الزياده دي قد ايه بالظبط؟ كام كيلو؟ هو انا بصراحه طولي 160 سنتي ووزني دلوقتي بصراحه 80 كيلو، يعني الوزن زاد بس كلها سنه موضوعيه في بطني وظهري. فانا دلوقتي مش عارفه بعمل جلسات حاجه اسمها فرادك، فانا مش عارفه الفرادك احسن هيجيب نتيجه احسن ولا الكافيتيشن. حاضر يا جوي، بس مش يعني قفلت تمام. حضرتك قفلتي؟ الو؟ لا انا مع حضرتك، انا معاك يا دكتور. بس حضرتك يعني مش بتمارس رياضه مع الجلسات ولا اي حاجه؟ شويه ماشي كده على المشايه وكده، يعني حاجه بسيطه كده مرتين في الاسبوع. والزياده، الزياده بتاعت الوزن دي بقى لها فتره يعني؟ والله ايوه، هي تقريبا طول عمرها معايا من وانا في ثانويه كده. طول عمرها. حاضر، طيب هجاوب حضرتك حالا. حاضر. يمكن يعني تمركزات الدهون او تمركزات الشحوم في الاماكن المعينه، يمكن احنا كده بنحكي ان احنا الابل شيب او شكل التفاحه، لان الزيادات في البطن وتنايات الظهر يمكن دي من الاماكن الصعبه شويه اللي هي ما بتجيش قوي مع الدايت بس، فبنتجه ان احنا نعمل الـ 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 الجلسات الموضعيه. ولكن الفرادك اللي حضرتك بتقولي عليه ده شغله انه يشغل العضله، فالعضله تبدا تاخد وضعها فتبدا تشد الجلد، فتبدا الجلد يبقى مشدود، فاذا ده للايه؟ للسكين تايتنينج، لشد الجلد، لشد الترهلات، مش لتفتيت الدهون. لكن الكافيتيشن الالترا ساوند ده لتفتيت الدهون. هرجع اشرحها لك باستفاضه. جميل. بس جايز معانا التليفون؟ لا احنا هنستاذن بس حضرتك ونستاذن حضراتكم. الكوردون برو استوى اهو، بينزل حتى الجبنه بتاعته نازله سايحه، والصوص بتاعه كان عباره عن نص كوبايه من المرقه، عليه كمان شويه من المستارده، وبعد كده حطينا عليه معلقتين كريمه. ومش هعمل اي حاجه خالص غير بعد ما نرجع من الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان. كل اللي انا عملته هنا، انا حطيت البيضه، حطيت السكر، حطيت العسل، حطيت الزبده، وبعدين حطيت كل المنكهات، الجنزبيل والقرفه والقرنفل والفانيليا وكمان البيكنج باودر على الدقيق، وخلطتهم مع بعض وحطيتهم عليهم. هنفرد ونعجن ونوريكم هنقطعها ازاي، بس بعد ما نرجع من الفاصل، ما حدش يروح في مكان، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم، وانا بغرف اهو لسه ما كملتش والله. قطعنا الكوردون بلو، شايفين الطبقات
الجبنة مع طبقات الديك الرومي مع طبقات الرومي المدخن. هنحط واحدة كمان، ممكن ناخد واحدة كمان، وبعد كده نجيب الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه ده اللي هو مستردة وكريمة. يا دكتور منورنا بقى. ربنا يخليك. انا كده خلصت، سيبنا انا اشتغل وانت كمل الحلقه بقى، يعني تقفل الحلقه. طيب هو احنا يعني فكره كمان ردا على السؤال بتاع انا مش يعني هل لو عملت دايت مثلا في الشتاء؟ طبعا المفروض نعمل دايت في الشتاء، لان حتى ان احنا يعني بنبدا بقى نلبس اللبس الخفيف في الصيف، الناس اللي بتبقى مدارية في لبس الشتاء، المفروض دي الفتره اللي هي بتبقى يعني فتره اعداد تظبطي نفسك عشان دخول الصيف يبقى جسمك مظبوط والكلام ده كله. والدايت في الشتاء مش صعب، بس يكون هو الدايت نفسه مش دايت يعني ايه ما فيهوش نشويات والكلام ده كله، يبقى دايت وكل حاجه بتيجي ستيب باي ستيب، كل حاجه بتيجي بجراديويشنز معينه. لازم نفهم ان المعده هتقفل، يعني لازم نعرف ان جسمك هيتعود على السعرات الحراريه القليله دي. ولكن السؤال اللي حضرتك سالتيه الفرادك ولا الكافيتيشن؟ لا طبعا الكافيتيشن، لان الكافيتيشن بيعمل اللايبوليسيس، بيحاول الدهون الصلبه دي اللي احنا بنضطر ان احنا نكسرها عشان هي مش عايز تخرج، او لما بنعمل رجيم ما بتتحسنش، تحولها من الصلب للسايل، بيعمل لها الليكوفيكيشن او بيسيلها، تبدا تخرج عن طريق التصريفات الليمفاويه. فطبعا نعمل الكافيتيشن مش الفرادك، الفرادك ده عشان شد الترهلات مش عشان تكسير الدهون. ارجع بقى للنقطه، هو الفرادك وايه الكافيتيشن؟ يا دكتور انا عايز افهم برضو. هي عندها تمركزات من الدهون في يعني منطقه أنا محدده، عايز اعرف فده جهاز يعني بيعمل كده. فهي بتروح تعمل اجهزه معينه، فبتقول لي اعمل ده ولا اعمل ده، ففي منهم واحد بيشد ترهلات واحد بيكسر دهون. فالاولى ان هي عشان هتتعامل مع الدهون الموضعيه فتروح طبعا تكسر الدهون بالكافيتيشن وليس الفرادك. نعم. الا اذا كان في ترهل، ده قصه تانية خالص. فده كان رد السؤال. الترهلات هي عايزه اللي هو الجهاز الثاني. الترهلات ليها الجهاز الثاني مش ده. نرجع بقى لنقطة، احنا اخترنا بعض الأكلات عشان تقوي جهاز المناعة وتحمينا من البرد بتاع الشتاء وكده. فكان عجبني اتصال أستاذة كريمة من اسكندرية، جايه بتقول يعني شفنا بقى الأعشاب والحاجات اللي هي يعني ممكن تساعدنا ان هي تعلي الحرق. نعم. في ناس شاطرة قوي في البرد بياخدوا حاجة اسمها عصير الأعشاب. عصير الأعشاب ده هو محفز للمناعة زي عصير الكتب كده. وبيخلي كمان الجسم يقدر يقاوم البرد وفعلا بيعلي الحرق. الناس بتعمل ايه؟ تقوم جايبه الجنزبيل، بتقوم جايبه القرفه واليانسون والنعناع ونص ليمونه، وبتبدا تغليهم وبتشربهم مره واحده بس في اليوم بعد الفطار، مش طول ما هي قاعده يعني. مش برضو عشان الناس تكون فاهمه الحاجات دي، مش طول ما احنا قاعدين بنشرب منها، عشان جنزبيل حامي والحاجات دي مثلا ايه ما تلهبش المعدة. ومش على الريق برضو، الناس اللي بتسمعنا مش على الريق، عشان المعدة، عشان التهابات ومش لمرضى الضغط المرتفع. نعم. ومش للحوامل. نعم. ومش للمرضعات. يعني يا ريت اللي بيسمعونا عشان ما حدش ياخد حاجة ومش عشوائي. فتاني بيستخدموا معلقه من الجنزبيل مع معلقه من اليانسون، معلقه من النعناع، بيحطوا نص ليمونه، الكلام ده كله. هما بيغلوا عصير الاعشاب ده، بيعمل ايه ده؟ ده عصير الاعشاب المنقي للدم اللي بيعمل الديتوكسيكيشن، اللي بيقوي جهاز المناعه وبيعززه، بيحمينا من نزلات البرد، هو نفسه اللي بيعلي الحرق. دي الوصفه اللي الناس بتمشي عليها، اللي بيقولوا عليها عصير الاعشاب. بيساعدهم جدا جدا. فالناس اللي بتستخدم ده حلو قوي البرد، حتى عشان ما نتخنش، وعشان المناعه بتاعتنا تبقى قويه. كمان بيستخدموا معلقه من العسل الابيض على نص ليمونه على كوبايه ميه فتره دافيه، بيستخدموها الصبح على الريق، بحيث ان دي بتعمل نفس القصه، بتعلي الحرق وبتقوي جهاز المناعه. فدول الوصفتين. ناس ثانيه بتعمل حاجه، بيجيبوا يعني شرايح من النعناع وشرايح من الليمون، وساعات بيحطوا مثلا معلقه من الكمون وينقعوها بالليل، معلقه يعني بينقعوها في كوبايه في ازازه ميه كبيره، ويبداوا على مدار اليوم اللي هي الميه بالنعناع بالليمون يشربوا منها كده ايه شويه 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 على مدار اليوم، ولكن ياخدوا زي ازازه كبيره طول ما هم قاعدين، كل مثلا نص ساعه كل ساعه. فده اللي هو برده من العصائر اللي بتعمل الديتوكسيكيشن،
وبيستخدموه ده مش دافي يعني، ده مش سخن، ده يعني ازازه كده بنقعوا فيها الليمون بالميه وساعات يبقى فيها الكمون ويستخدموها طول ما بنشربها. يا دكتور انا عايز اسالك سؤال بقى، بدل الميه العاديه. سؤال شخصي يا شيف يوسف، هو الزبادي بالليمون بيساعد على الحرق فعلا؟ كنا احنا في حلقه على فكره من الحلقات، يمكن احنا كنا اول الناس هنا في برنامج المطبخ قلنا ان احنا بالليل نص ليمونه نحط عليها الزبادي، وكنا مأكدين، وكنا قبل كده جبنا حتى ابحاث علميه بتقول ان الزبادي في البروبيوتكس اللي هي الانواع معينه من البكتيريا اللي بتقلل البطن، بتحسن الهضم، وقلنا ان احنا لو حاطين عليها نص الليمونه بالليل دي بتساعد جدا على الحرق، وان البطن كمان نفسها تخس. انتشرت جدا الوصفه، بدات الناس كتير جدا من اللي بيتابعوا بيستخدموا، بل في ناس ما بتتعشاش يا شيف يسري الا الزبادي بالليمون وهو هاي. يا دكتور والله ده كويس ان يعني كل حاجتنا بتتاخد من عندنا. انا بس بقول لكل مشاهدينا الكرام، نظرا لضيق الوقت والله هجاوبكم بكره على الاسئله، وخصوصا السلطه سيزر وكمان القرع العسلي، ما حدش يزعل مننا لان انا كان الحلقه طبيه، فانا بحب ان انتم تستفادوا منها طبيا اكتر. كل اللي انا عملته بقى في البسكوت عشان برضو ما اضيعش الوقت، فردت البسكوت وقطعته بالقطعات كان الشكل ده والشكل ده زي ما انتم شايفين، وبعدين بعد ما قطعته كده بالقطعات بنرصه في الصينيه وندخله الفرن يستوي على درجه حراره 200 لمده حوالي 10-12 دقيقه. بعد ما بيطلع بجمله بالايسنج سوجر دوت، وبعد كده بالشكل اللي انتم شايفينه. ويا رب تكونوا استمتعتوا معانا. بشكرك يا دكتور. شكرا شكرا. الف شكر لحضرتك على حضورك الجميل، ويا رب دايما تكونوا مستمتعين معانا. بكره ان شاء الله عزومه بيتي، محدش يروح في اي مكان، دايما الممتع والجديد هتلاقوه في تلفزيون الحياه، برنامج المطبخ مع الشيف يسري. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض. السلام عليكم.